عسلامة ومرحبا بكم مع ديوس فيتنس. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم في الحلقه نمره 13 من اساسيات الماكله البنينه باش نشوفوا مع بعضنا طريقه طحين الفاكهه اللي هما المكسرات اللي نستحقوهم في برشا حلويات واهمهم الحلويات التونسيه. باش نشوفوا كيفاش نتحصلوا على فستق لوز بوفري ومهروشين من جويد للخشين اللي نستحقوهم للزينه، وباش نحضروا زيدة الفاكهة المرحية ناعمة على الاخر قول عليها فارينة من غير ما تقر زيتها، وباش تشوفوا الاستوس متاعي اللي نستعملها للبوفريوة كيفاش تتحصلوا على بودر لونه مزيان وفي نفس الوقت مرحي مليح. وباش نكملوا بالفاكهة المرحية للبقلاوة، اما راهي ماهيش قاعدة، ثم شكون يحب يرحيها ناعمة على الاخر، ثم شكون يحبها مهروشة، دونك يقعد حسب الذوق متاعكم. كالعادة كان عجبتكم الفيديو ما تنسونيش بتشجيعاتكم، نحب برشا جيمات وبرشا كومنتيرات، وتابعوني على انستغرام كان تحبوا تشوفوا وصفات اخرين وتتعرفوا عليا. وتوا يلا نبداو. باش نبداو باللوز، اما النصائح راهم تاع الرحيان، تنجموا تطبقوهم على اي نوع نتاع فيكيه، معناها اي نوع نتاع مكسرات تنجموا تطبقوا عليها نفس النصائح. دونك لهنا كيما قاعدين تشوفوا عندي كميه من اللوز المقشر، معناها لوز ابيض وماهوش محمر. كان باش تستعملوا اللوز اللي بالقشره نتاعو راهو ما فما حتى مشكل، يلزمكم تنحيلوا القشره، سهله الحكايه. تاخذوا كميه من الماء تحطوها تسخن، من بعد ما تسخن معناها هي توصل تغلي، انتم تبعدوها على النار وتحطوا في وسطها اللوز نتاعكم. من بعد هكا 5 دقائق 10 دقائق تجيو تشوفوا تعملوا هكا، كان الجلده تنحات راهو سي بون، معناها وقتها ماذا بيكم تبدلوا له الماء نتاعو، معناها ما تخليوهوش في الماء هذاك باش اللون الاحمر اللي في القشره ما يصبغش في اللوز. كي يصبغ في اللوز وقتها اللوز نتاعكم يولي لونه ما عادش ابيض ويعطيكم لون خايب، معناها ما ننصحكم الجمله. دونك في ساعه في ساعه تقشروه، وكان لازم حتى تغسلوه معناها من بعد تشللوه باش نحيو الحموريه نتاع القشره. من بعد ما تقشروه سي تحطوه في منديله وتشيحوه بالكدا بالكدا وتحطوه في الفور. يلزمو راهو يشيح بالكدا، معناها تحطوه على 100 درجة مئوية 120 اكثر حاجة، وتخليوه حتى لين يشيح باش من بعد تنجمو تستعملوه. راهو كي يبدا اللوز مندي معناها راهو ما يترحلكمش بالكدا ويفسد لكم فيسا، حتى كي تستعملوه في الحلو يبدا فيه كمية من الماء، الماء يخنس. دونك اللوز يلزمو راهو يشيح مليح مليح. ردوا بالكم تخليوه يحمر، على خاطر ديما في الحلويات التونسيه بالنسبه للوز رانا ما نحمروهاش الفاكهه جمله، ثم شكون زاده يزيد لها المبيض باش يبدا لونها اكثر مزيان، ما يبداش هكا فيها الصفوريه نتاع اللوز كما قاعدين نشوفوا فيه. دونك تنجموا تزيدوا البودغ نتاع الكولورون الابيض ولا لوكسيد دو تيتان، والا تلقاو حل في الجيل، خاطر انا ديما نخير الجيل في الاستعمال نتاع هكا كي نستعمل ملون، ديما نخير الجيل على البودر، ما يقعدوا شنو انتم عندكم موجود. وعلاش ما يعجبنيش البودر مثلا؟ نعرفش ثم انواع ذول يبدا فيهم مطعم نتاع المراره، ما يعجبنيش جمله. وحاجه اخرى بربي ما ننصحكم عليها، ما تستعملوش برشا الملون، حاولوا خليه الحاجه اللون نتاعها الطبيعي، معناها ما تستعملوا الملون كان في الحاجه اللي يلزمها، معناها تحطوا لها الملون. ما نعطيكم مثال كعك الورقه، زيد انكم تحطوا في اللوز الملون، معناها تنجموا تحطوا كان في العجينه اما في اللوز ما تحطوش. شنو اخر تنجموا تحطوا له؟ بقلاوه بنت البي، بحكم اللي تبدا الطبقه الفوقانيه البيضه وملوطه بيضه، دونك نحبوا اللون نتاعها يبدا مزيان اكثر، دونك وقتها نحطوا شويه لوكسيد دو تيتان في الخليط نتاع اللوز نتاعنا. دونك هذوما النصائح اللي باش نعطيهم لكم على اللوز. توا باش نتعداو للرحيان. دونك حشنا باللوز مرحي بثلاثه طرق. الطريقه الاولانيه وقت اللي يبدا مهروش، معناها باش نلفوا بيه مثلا الكعابر نتاع الحلو اللوز والا حلو الفستق، والا باش نلفوا بيه الكعكه، والا باش نزينوا بيه الحلو نتاع اللوز الطايب في الكوشه، شفناها ديجا سبق ورينا الوصفه مع بعضنا. دونك وقتها نحبوا اللوز نتاعنا يبدا مهروش، سهله الحكايه، دونك تستحقوا رحايا. باش نشوفوا مع بعضنا زوز الرحايات اللي انا عندي. دونك عندي هذوما الزوز، هذيا انا نستعملها ديما للترويش الفاكهه. علاش؟ على خاطر ما ترحيليش الفاكهه بالكدا، معناها ما ترجعهاش بودر غبره. دونك هذيا العاديه اللي نستعملوها باش نرحيو البخاليني، ولا باش نرحيو سلطه مشويه، ولا باش نرحيو اللحم. دونك هذيا تعطيكم الفاكهه حتى وكان معناها ترحيو برشا برشا برشا، ماهيش تعطيه لكم راهي غبره، ماهيش تعطيه لكم كالفارينه. دونك ما ننصحكمش انكم تستعملوها كان تحبوا تتحصلوا على
على بودر ياسر جويدة، أما هذية اللي تبدأ مجعولة باش ترحي القهوة، معناها ميكينة باش ترحي القهوة. باش تسألوني شنو الماركيت، تو ما نجمش نعطيكم ماركيت خاطر هذية بصراحة مازلت قاعدة نجرب فيها. والحاجة اللي تعجبني من أمازون اللي كي نشري حاجة كي اللي عندي الوقت باش نجربها، كان عجبتني نخليها وكان ما عجبتنيش ما نخليهاش. دوك ننصحكم تاخذوا ماكينة اللي ترحي القهوة، حتى وكان معناها باش تراسيكم ترحيو بالكمية الصغيرة بالكمية الصغيرة ما يقلقش، أما المهم تتحصلوا على نتيجة كما أنتم ما تحبوها. دونك باش نبداو بالترويش، دونك سهل باش ناخذ كميه من هنا من اللوز. شوفوا راهو تنجموا تستعملوا ماكينه واحده راهو للزوزه، اما جوست انا هذه بحكم جربتها ونعرفها كيفاش ترحي ياسر جويد، ما نحبش معناها مش هذيك النتيجه اللي حاجتي بها كمرحله اولى. باش نبدا نرحي، واول نصيحه ننصحي لكم كي تحطوا ترحيو حتى وكان باش تحبوه يبدا جويد على الاخر، ما تقعدوش نازلين برشا، معناها انزلوا ووقفوا انزلوا ووقفوا. هذه النتيجة اللي تحصلت عليها رغم اللي مرحيتش برشا. توا باش نحاول نتحصل على هذيك اللوز المهروش، دونك باش نصفيه. راهو اي فاكهة يلزمكم تطبقوا لها نفس الطريقة. شفتوا الخشين قعد من فوق وجويد هبط اللوطة. كيما تشوفوا لهنا عندي كعبات خشين نحب نوريهم لكم هكا. شفتوا خشين برشا، دونك انا توا نحاول نحي هيك الخشين ونستحفظ بالجويد للزينه. نجم راهو نعاود نرحيه كان نحب باش تبدا الزينه الكل كيف كيف، وديما ارحيو بالكميه الصغيره بالكميه الصغيره. دونك اللوز هذيه تنجموا تزينوا بيه كما قلت لكم، وكان تحبوا تحمروه شويه معناها بعد ما هكا رحيتوه تحطوه شويه في الكوشه باش يتبدل شويه لونه، معناها يولي يتقرمش اكثر ويعطيكم بنه خير. دونك باش نحطوا هذا توا على جنب وباش نشوفوا الشكل الثاني نتاع اللوز اللي نستحقوه في البقلاوه. بالنسبه للبقلاوه نحبوه يكون جويد مثلا، مش الكل، راه ثم شكون يحب مهروش، تنجموا معناها جوست ترحيوه كيما شفنا من الاول، والا ثم شكون اللي يحبوا ياسر جويد اما ما يبدوش بودر، معناها ما نستحقوش انه نغربلوه حتى لين يرجع بودر. دونك بسم الله باش نرحي. شفتوا كيفاش باش نزيد نرحيه شويه على خاطر ثم كعبيت مازالوا فيه خشين، اما اللوز بتاع البقلوه يبدا هكا معناها يبدا احرش شويه، فيه تبدا البارتي بودر وبارتي تبدا حرشه. كهو يزي، دونك هم باش نوريهولكم. بيه ثم شكون راهو زيد اللوز نتاع البقلاوه يغربلو، انا واحده من الناس ما نحبش على خاطر نحب تقعد حتى كان فيه بارتي مرحيه برشا برشا، نحب نخليها باش تلمد لي البقلاوه نتاعي باش البقلاوه ما تجيش مفترشه، وهكيكا زيد ما نحطش كميه كبيره نتاع فيرينا في الخليط نتاع الفاكهه. دونك هذا نحطوه على جنب وباش نتعديو توا للي مرحي بودر. ولهنا عندي لكم ملاحظه صغيره، كان الحلو نتاعكم يلزموا معناها تحطوا له كميه من الفرينه، والا يلزم تحطوا له معناها الفيكيه نتاعكم تحطوا لها كميه من السكر المحور. السكر المحور هو السكر غلاس، ماذا بيكم ترحيوه معاهم باش هكيكه الفيكيه نتاعكم ما تسيبش الزيت نتاعها، معناها تزيدوا تعطيوا روحكم الحظوظ اكثر انها تطرح لكم مليح مليح جويده، وفي نفس الوقت اللوز والا اي فيكيه اخرى ما يسيبش الزيت نتاعو. دونك سهله الحكايه باش نحط اللوز نتاعي. بسم الله وباش نرحيه. بالنسبه للفيكه المرحيه جويده خليت لكم بالعاني الوقت ما قصرتش فيه، معناها بتشوفوني المده الزمنيه اللي قعدت فيها نرحي. ديما كي ترحيو ارحيو ووقفوا ارحيو ووقفوا، معناها شوفوا شفتوا كيفاش ما شاء الله ترحى فيسع فيسع لهنا، باش نزيدوا شويه وكهو راهو كهو سيء ما يلزمش نزيد نرحيه اكثر ولا بودر. توا ما بقى كان باش نصفيه. ديما كي نصفي نصفي من عشرة، نوريلكم الصفيه كيما الصفيه اللي نستعملوها في الدار عاديه، راهي كان عندكم غربال راهو تنجموا تستعملوه كهو. تو نعمل هكا نغربل، وكان ثم هكا كعابر نحلهم بالمغرفه نتاعي. اللي يفضل هذاك يا اما نعاود نرحيه ونستعمله كلوز معناها للبقلاوه، والا نعاود نرحيه ونغربله. وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها، اللوز يبدا ناعم على الاخر، معاش قاعدين تشوفوا فيه بالكدا والا لا، هاني باش نحاول نوريه لكم. ارتب ارتب على الاخر. دونك انا راني رحيت كميه كبيره باش نكمل نغربلها ونتعدي ونشوفوا مع بعضنا الفستق.
ديما تسالوني دي والفيكيا كيفاش تتخبى كيفاش تستحفظ عليها. انا راني نحطهم في دي بواط ارميتيك معناها حكه كيما قاعدين نشوفوا فيها، اما تتسكر بالكدي بالكدي وما يدخلهاش الهواء جمله، ونستحفظ بها في الفريجيدير. راهي الفيكيا المطعم تاعها يتبدل البرة وساعات تغف ما نعرفش شنو تسميوها، اما نعرفش تولي مطعمها مش باهي، دونك ديما ننصحكم تخبيو في الفريجيدير. نتعديو للفصدق، ولهنا كيما قاعدين تشوفوا عندي زوز انواع نتاع فصدق، هذه الفصدق البلدي وهذه الفصدق الحلبي. دونك باش نوري لكم الفرق ما بيناتهم. دونك هذيا كيما قاعدين تشوفوا الكعبه تبدا موف نتاعها مزيان خضره من داخل على الاخر كيما قاعدين تشوفوا فيها، تبدا متحفنه وصغرونه طويله وما فيهاش تجاعيد معناها ماهيش مكمشه. شفتوها للزينة ننصحكم بهذا انكم تستعملوه ديما، حتى في الحلويات التونسية ديما نستعملو البلدي باش نزينو الحلو متاعنا، وكان هكا ثم قشرة نحيوها. وهذايا الحلبي دوك اللون متاعو باهت كيما قاعدين تشوفوا فيه، الكعبة مكمشة وكبيرة معناها متنجموش تقصوها على انصاف وتزينو بها، دونك ما ننصحكمش انكم تزينو به جملة. يقول القايل ديو علاش تورينا في زوز انواع ما كنت نجم تورينا نوع واحد؟ باش نفسر لكم علاش. دونك الفستق البلدي راهو معروف اللي يبدا غالي برشا، معناها ننصحكم تستعملوه كان للزينه، والا الحاجه اللي تحبوها تبدا اللون نتاع الاخضر نتاعها ياسر فاقع وقتها ننصحكم تستعملوا الفستق البلدي. اما في حاجات مثلا كعجينه ولا حاجه ننصحكم بالفستق الحلبي، هذيا ماهوش يتسميش راهو نوع جيد على الاخر، والا كما معروف في تونس ثم الفستق الايراني، دونك ننصحكم به على خاطر ارخص وفي المطعم صحيح راهو هذا يبدا ابن، اما ما يظهرش برشا بصراحه ما يفرقش برشا. دونك كي مش تحبوا معناها تخدموا حاجه ليكم انتم ولا حتى اللي تبيعوا، ننصحكم تستعملوا للعجينه معناها ولا للبقليه ولا حاجه الفستق الايراني والا الفستق الحلبي. دونك توا باش نبداو كيما في اول مرحله عملناها بكري مع بعضنا، حشنا بالفستق اللي باش نزينوا بيه، دونك باش نستعملوا الفستق البلدي هو اللي باش نهروشوه. لهنا ما غسلتش الماكينه نتاعي باش ما تتبلش والفيكيا تتهلك، وبربي ذكرت حاجه اخرى، راهو الفستق في الحلويات التونسيه ما نحمروهش جمله جمله جمله، على خاطر لونه يتبدل المطعم نتاعو يتبدل وما يساعدنيش ما يعطينيش نتيجه باهيه. دونك باش نرحي توا الفستق البلدي نتاعي، هذايا بوفريوه كيف كيف كي ترحيه وحطه بالكميه الصغيره. بسم الله نتفقد باش ما يغلبنيش ونعاود. باش نزيد شويه، شفتوا ما شاء الله لونه قد يوشي اخضر. توا باش نغربل نحاول نحي اكثر كميه نتاع بودره باش الزينه بعد نتاعي تبدي لي مزيانه. دونك ديما الكعبات راهو الخشين يطلعوا الفوق الا مدهم، والا نعمل هكا نقصهم على اثنين، نجم نجيب سكينه خير راهو خير ملي بداي. تشوفوا الفرق ما بيناتهم بعد هو والحلبي، حتى كان معروف راهو الفستق الحلبي يبدا اخضر برشا، اما ثم انواع، ثم النوعيه الجيده ثم النوعيه المتوسطه ثم اللي ما غير قشره يبدا مزيان برشا، وفما اللي يبدا حتى لونه راه ما يبداش ياسر في قاره يعني اخضر مزيان. سالتوني برشا مرات خاصه اللي تعيشوا لبرا منين تنجموا تشريوا الفستق البلدي، راهو موجود في امازون وخليت لكم الرابط كالعاده في خانه المعلومات. فوالا دونك نوري لكم، شفتوا ما شاء الله كان ثم كعبه كبيره، ام بعد نحيها ما نخليهاش باش ديما الزينه تكون للكل، الشكل معناها الكبر نتاع الزينه الكل يقعدوا كيف كيف. باش نستحفظ بيه هذايا على جنب ونتعداو الفستق نتاع البقلاوه. به كان هكا جيتو حسيتو ملوطه ثم فتفات صغرون، راكم تنجمو تقعدوا تلمدو كان الفوقانيه، مش لازم تحطوا هيك الصغرون بالكل، والا تنجموا تعملوا فاريتي واحده اخرى انه الوقت اللي يبدا الفستق مهروش اكثر من هذايا. خاطر نعاود نوريكم
بيه كي تعملوا هكا تطلع كمية الخشينة الكل من فوق، ومن لوطة يقعد لكم الجويد. كان عندكم غربيل يهبط معناها هكا اللي يبدأ هكا ديشي وبودر تنجموا تستعملوه. هذيك تنجموا مثلا تعملوا بيه الكعابر يجيكم شكل مزيان، معناها الكعابر متاع الفصدق والكعابر متاع اللوز، يبدأ الفصدق مهروش أما جويد، مهروش جويد. باش نتعديو الفصدق متاع البقلاوة اللي يزمو جويد، مش كل راه يزمو جويد، كان تحبوه يقعد مهروش تنجمو اما ما يبداش مغربل. دونك سهله الحكايه، باش نحط الفستق نتاعي هذايا الحلبي ماهوش البلدي، وباش نرحيه حتى لين يولي بودر ما غير ما نغربلوه. وهذايا كيف كيف باش نحطو باش يترحى معاه. شفتوا مازال احرشه. وهذه النتيجة اللي تحصلت عليها، ثم اللي خشينة شوية وثم اللي بودر كما قاعدين تشوفوا فيه. شفتوا؟ دونك انا كي نحب نعمل البقلاوة نخيروها كما نغربلوش، راهو هاكا فيه اللي جويد فيه اللي خشين شوية اما به. توا باش نتعداو اللي مرحي بودر على الاخر كيما عملنا للوز بالضبط. دونك باش نستعمل هذايا نتاع القهوة، وباش نرحي الفستق الحلبية مش البلدي. وديما الفستق بربي خذوله منديله قبل ما ترحيوه، وفركوه هكا هكا ما بين في وسط المنديله باش كان ثم غبرة ولا حاجة تتنحى. وردوا بالكم كان ثم هيك التروف متاع الفستق القشرة البرانية راهي تهلك الماكينة متاعكم، وحتى الماكلة معناها حتى بعد تجيكم في الماكلة تقلقكم تبدأ تتحثرب وتتقرمش. دونك مش بيه، دونك ردوا بالكم. وباش نرحي، تعرفوا الحاجة اللي مفددتني في الماكينة هذه شنية، وبالكش هي اللي باش تخليني اكهو اني نبدلها، على خاطر انا نسكر وما نعرفش معناها وقتاش سي بون تخدم لي، معناها نقعد نجرب ونعاود. معناها ساعات كي نحطها في بوزيشن نجي ننزل من فوق نلقاها ما حبتش تخدم، رغم اللي بصراحه راهي ترحي بالقدي بالقدي. وترحي فيسع فيسع، شفتوا وليت غبره فيسع. باش نزيدها شويه برك. بربي كان عندكم ماكينه كيما هكا نتاع قهوه ما تجرحوهاش، استعملوا لها مغرفه لوح. كهو ام برينسيب ترحى. كيما قلت لكم كان الحلو نتاعكم يستحق كميه من السكر المحور ارحيوها معاهم. وبربي حتى الفستق ثم شكون يزيد له الملون، دونك تنجمو تزيدوا له شويه ملون بودر والا جيل كان باش تخدموا معناها بالشحور، ولا تحاولوا تخلطوه في العظم ما يظهر لي في العظم ما يتخلطش بالكدا. واستعملوا الفستق الملون يبدا لونه بيستاشا مش هيك الاخضر اللي يقول عليه حشيش، لا ما يعطيكمش نتيجه مزيانه. وما تكثروش كي العاده، ديما خليوا الحاجه تظهر ناتوريل قدر الامكان. هذه الفستق اللي بقى لي بعد ما غربلت الفستق نتاعي خليني نوريه لكم قداهوش ناعم. شوفوا فيه بالكدا، شفتوا راهو اخضر هكا على خاطرو حلبي راهو. معناها تنجمو كي تستعملوا الايراني ينجم يعطيكم لون هكا مزيان، معناها ينجم يعطيكم لون مستصفر اكثر، دونك هذيك علاش راهم هما يزيدوا شويه ملون. دونك توا باش نكمل نغربل الكميه اللي عندي الكل، خاطرني حضرت كميه بالمسبق، ونتعداو للبوفريوا. باش نكملوا بالبوفريوا، دونك لهنا عندي كميه بالبوفريوا. البوفريوا في بعض البلدان العربيه يسميوه بندق. دونك بالقشره نتاعو يلزمني نحطه في الفول يتحمر، نحطه على 150 باش القشره نتاعو تتنحى.
عندي لكم ملاحظة صغيرة، راهي البفريوة ما يلزمكمش تحمروها برشا، معناها كي تحمروها أكثر من اللازم راهو المنظر متاعها يولي ما عادش مزيان، وحتى في المطعم تولي فيوحة برشا، وفي نفس الوقت تعطيكم مطعم المرارة اللي هي متاع حاجة محروقة. دونك جوست هو باش نحطو في الكوشة حتى لين تتنحى القشرة متاعو، معناها تطير هكا القشرة متاعو، وباش نجيو نقشروه مع بعضنا. هذه هي البوفريو متاعي، مازالت كي خرجتها من الفور كيما قاعدين تشوفوا راهو مازالت بيضة، معناها جوست هي تصيبت، معناها سخونه، ردوا بالكم هي هكا حسيتها تشققت، عملت تشققات وانا نحيتها خرجتها. علاش؟ على خاطر البوفريو راهي من نوع من الفاكهه كي تحمروها راهي تصيب زيتها فيسع، وخاصه كان باش تريحوها بودر على الاخر باش تعبكم برشا، معناها ماكمش نجمو. ما نكذبش عليكم، راني انا واحده من الناس ديما البوفريو نشريها بودر ماهيش محمره، ونحمرها في مقله. سبق وقلت لكم كي حضرنا مع بعضنا نوكت البي، دونك نحمرها في المقله باش تزيد تاخذ لونها الذهبي المزيان، وفي نفس الوقت يخرج المطعم نتاعها، خاصه اللون، معناها كي تخلطوها مثلا من نوجة يلزمها يكون فيها لون مزيان باش يخرج، هذيك يلزمكم تحمروها بالقدا. دونك توا باش نخليها تبرد ومن بعد نقشرها ونتعدي ونشوفوا مع بعضنا شنو باش نعملوا بيها. كان ثم طرف ما تقشرش راهو ما فما حتى مشكل، يزيد يبرن لكم البودر نتاعكم وفي نفس الوقت يزيد يعطيها لون، راهو ما يقلقش، معناها ما تحاولوش بالسيف. جوست ماذا بينا للزينه تكون الكعبه هكا بيضه للزينه، وديجا هكا من بعد مني باش نهروشها باش ندخلوها شويه للفور. باش تسهلوا عليكم عملية التقشير، خاصة كان عندكم كمية كبيرة، مش كيما انا عندي هذية 200 غرام، دونك بالكعبة ما يقلقنيش. دونك تاخذوا منديلة، مش اسويتوها، منديلة راهي باش تتمسخ، اما مش مشكل، تحطوا في وسطهم البوفريوة متاعكم، سامحوني هكا، وتفركوها ما بين يديكم. منديلة تو هكيكا تتنحى القشرة الكل. باش نتعداو للرحيان وردوا بالكم ترحيو البوفريوة نتاعكم والا اي فاكهه وهي سخونه، راهي كي تبدا سخونه راهي تعجن. انا راني خليت البوفريوة نتاعي بردت، تو باش نتعداو نهروشوها. دونك الشكل الاولاني اللي حاشنا بيه هو مهروش. دونك باش نستعمل الروبو هذيا، وبربي ديما نقول لكم معناها كان هذيا حسيتوها حفات راكم تنجموا تمضيوها وحدكم في الدار كيما تمضيو السكينه، ولا تهزوها للي يمضي. دونك باش نحط البوفريوة نتاعي هذيا اللي قشرتها الكل، وكيف كيف باش نستعمل نفس الطريقه اللي عملتها بالنسبه لللوز وبالنسبه للفستق. باش نغربل توا البوفريوة نتاعي، انا راني ما عملتش كميه كبيره على خاطر عندي في الدار، كان ثم طرف كبير نجم نقصه بالسكينه نقصه. وكيما قلت لكم بالنسبه للفستق، كان عندكم صفيه ولا غربال يهبط اكثر، معناها تبدا الحفره نتاعو اكبر شويه، يكون خير باش كان ثم هكا دي شي صغرون ما يقعدلكمش، ما تجيكمش من بعد مزيانه في الزينه. ها باش نوريكم الشكل اللي تحصلنا عليها. شفتوا كيفاش ثم كمية هايكة من اللوطة تبدأ جويدة برشا، باش نحاول هذيك نخليها ما نستعملهاش، وباش نستعمل هذا المهروش. كيما قاعدين تشوفوا لهنا اللون وراهو أبيض، معناها ماهوش مستحمر وما يعطينيش لون مزيان بعد في الزينة، دوك يلزمنا نحمروه شوية. دوك في نفس الطبق اللي حمرت فيه البوفريوة باش نحط الكمية متاعي اللي يلزمها تزيد تتحمر، قاعدة نحي كان في الكبار معناها اللي نستحقهم للزينة. بالنسبة للبوفريوة متاع البقلاوة كيف شرجع هذه، وباش نحط كميه اخرى من البوفريوه ونرحيها مليح مليح. لهنا عندي ليكم ملاحظه صغيره، كان البوفريوه نتاعكم ماكمش ترحيوها ناعمه على الاخر، معناها جويده على الاخر، راكم تنجموا تحمروها اكثر من هكا. هذه النتيجه اللي تحصلت عليها، خلي نوريها لكم. كيما قاعدين تشوفوا ثم باختي جويده على الاخر وباختي مهروشه، وفي نفس الوقت كان كنت نتاع القشره راهو ما يقلقوش. كان تحبوها مثلا البوفريوة نتاعكم مستحمره اكثر من هكا، ماذا بيكم توا تحطوها في مقله وتقعدوا هكا تحركوا فوق النار لين تاخذ لون ذهبي مزيان، والا تحطوها في طبق كبير وتحطوها في الكوشه، معناها سبق وسخنتوه وطفيتو باش هكيكا ما تتحرقش. وبربي ملاحظه راهي البقليوة انا واحده من الناس الفيكيه نتاعها ما نحمرهاش، على خاطر هي بيدها معناها كي تتحط في الفور تزيد تتحمر. دونك كان باش تحمروها نتوما بالمسبق باش يولي من بعد مطعمها خايب ولونها يولي خايب. دونك توا باش نتعديو نرحيو البوفريوة اللي يلزمها تبدا بودر على الاخر،
وتو نحاول هي نوريكم كيفاش نحمرها باش تاخذوا فكره وتفهموها بالكدي الحكي. مثلا وين ننصحكم البوفري وانكم تحمروها مثلا في البقلاوه العدليه، كي تحمروها من بعد يبدا لونها مزيان وتبقى تظهر اللي هي مارون وتبدا مزيانه، وخليوا لها شويه قشره مش برشا، هاكم شفتوا هنا ما حطيتش برشا باش يزيد يغمقلها لونها وفي نفس الوقت راهو يبنن. كيف كيف باش نستعمل الماكينه اللي ترحي القهوه وباش نحط البوفريوه نتاعي. باش نشوفها مازالت، توا ما بقى كي باش نغربلوها كيف كيف ما فيها حد شيء، باش نقعد نغربل. توا باش نحطها انا في الكوشه، راهو مانيش نحطها فوق النار في مقله بحكم الكوشه سخونه، دونك في ساعه تتحمر البودر. وسيد حمرت لي الفيكيا المهروشه، هاني باش نوريها لكم. وهذه البودر اللي تحصلت عليها، نوريكم بالكدي كيف كيف. عندي كميه سبق ورحيتها، دونك حتى هي باش نغربلها من بعد نحمرهم الزوز مع بعضهم. باش نوريكم توا البوفري اللي تحصلت عليها بعد ما حمرتها، دونك هيا راني زدت هروشت كميه بعيد على الكاميرا نوريها لكم. توا باش نحطها على جنب وباش نحط توا هذيا البودر باش نحطها في الكوشه. هذيا البوفريوة متاعي بعد ما تحمرت بالقدي وخذيت لون ذهبي مزيان، انا قعدت لي راهي مده طويله معناها على 150، قعدت كل مره هكا نحرك فيها نحرك فيها لين تبدل لونها الكل. شنو عندي ملاحظات باش نقولهم لكم. الملاحظه الاولانيه، ردوا بالكم تخبيوها هذيا البوفريوة وهي مازالت سخونه، لا خليوها تبرد مليح مليح من بعد حطوها في بواط ايرميتيك وسكروا عليها واستحفظوا بها في الفريجيدير. اما كنت تحبوا الطريقه نتاع العجينه نتاع الفيكيا اللي نستحقوها للزرير للعصيده وتو للبوزه، يا رب ان شاء الله رمضانكم مبروك، ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والهنا. تنخليكم الرابط نتاع الوصفه في خانه المعلومات تحت الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو واستفدتوا منها. كان عندكم اسئله ما تنساوش باش تكتبوهم لي في لي كومونتير، وكي العاده ما تنساونيش برشا جيمات وبرشا كومونتيرات. وكانكم اول مره تزوروا قناتي انكم تشتركوا فيها وتبارطاجيوها الفيديو باش الناس كل تستفيد بالمعلومات. وكهو تابعوني على باقي مواقع التواصل الاجتماعي تظهروا لكم توا في الاكران، وخاصه الانستغرام كنت تحبوا تتعرفوا عليا اكثر. وتوا ما بقى كيمش نقولوا مع بعضنا، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال.